بسير بطيء تتبع السيارات لإرشادات شباب الحي بمدينة تطوان لتسلك طريقا آمنا بعدما ظهرت معالم الطريق نسبيا والذي غمرته مياه السيول والفيضانات. مع الشتاء وقفتي من البارح تراكم الماء هنايا الزبل، تغلقت الدنيا مع قطعة الطريق، مع ديك الغرس اللي من فوق وغلق على الماء، ما بقاش الماء، جبر منين كيهرب قال ما كيتجمع. وقعت هذه الكارثه، واش غنديروا حنا؟ ضروري يد المساعده، والناس مساكن بقاو هنايا، شي خصو يقطع يمشي في حاله هيدا، شي خصو يقطع يمشي في حاله هيدا، ما نفكوا الناس عاود اللي كنعاونوا على قد المستطاع. سيارات غارقه وسط مياه الفيضانات، واخرى غارقه فيما حملته السيول من حجر وأغصان الشجر، وبعد مد يد العون وبعد محاولات عديدة أخرجت الشاحنة. غضب الطبيعة يجر كل من وجد أمامه، فلم تسلم المباني السكنية والمحلات التجارية. هادشي قدر الله، وهادشي هذا القدر الله، وهذا الفيضان هذا ما كانش في الحسبان ديالنا، ومع حكم هادشي ديال القواداس وهادشي هذا، ود الفيضان جاب بزاف ديال المسائل ديال الكارطون وحاشاكم الزبال وهذا، وتعلق داكشي وفضلنا على المحل وعلى السلعه وهذا، وتكرفصنا والناس تكرفصوا بزاف معنا هنايا. طوال ساعات الليل وامام تساقط الامطار، تجندت الموارد البشريه واللوجستيه الضروريه في التخفيف من تاثير الفيضانات والتدخل من أجل إعادة حركة المرور في الشوارع الرئيسة. في صباح اليوم الثاني تستمر الآلات الضخمة في إزالة مخلفات السيول والفيضانات التي اجتاحت أحد أحياء المدينة، وبالضبط في حي جامع مزواق، والذي انتشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التدهور البيئي كلف المغرب خسائر مادية كبيرة بأزيد من 117 مليون دولار أمريكي عام 2019، وذلك بحسب كشف للمؤشر العالمي للمخاطر المناخية. سؤال يطرح بعد الكوارث الطبيعية: من يتحمل كلفة الخسائر؟ إكرام الأزرق، قناة الغد، من مدينة تطوان شمال المغرب.